بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسن جديد وهو ليسن نمبر 8. في الليسن ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اكتيفيتي مهم، وهو بيتكلم عن حاجه اسمها بيكس. بيكس يعني المنار، او اللي هي البق بتاع الايه، بتاع الانيمالز. فتعالوا نشوف كده. يقول لي هنا different birds have many different types of beaks. يقول look at the pictures and learn about types of beaks. وفكر في معنى البيكس. بيقول لي هنا spoon beak، في بعض الانيمالز عندها، تخيل بيك شبه السبون، شبه المعلقه كده، تحس ان هي ايه، حاجه كده كبيره. They look like spoon. وفي سيزر بيك، سيزر بيك شبه المقص. بص بص البغبغان عامل ازاي، وبص يا واو دي شكلها شريره جدا، شبه الايه، شبه السيزر، شبه المقص، لانها بتقطع الايه، بتقطع الايه، الجسم بتاع الفريسه. وفي بعض البيكس اسمها تويزر بيكس، تويزر بيكس لوك لايك تويزر، زي الملقاط، رفيعه قوي من قدام كده. وفي كلوز سبن بيك، اللي هي ايه، اللي هي شكلها عامل كده ايه، بتبقى صغننه كده يعني. ماشي. في اكتيفيتي عندنا بيقول لي بيك انفستيجيشن، يعني هنعمل اكتيفيتي. الاكتيفيتي ده ان احنا هنجيب بلاستيك سبون، وهنجيب تويزر، وهنجيب كلوز سبن شبه المشبك كده، وهنجيب سيزر، وهنجيب بيبر كاب، وهنجيب تري يعني صينيه كده، with different material. الماتيريال بقى تبقى بيبر كليب ورابر وحاجات تانية. بيقول لنا which beak او type do you expect to collect most food. مين اللي يقدر ان هو يمسك اغلب انواع الاكل؟ انا شخصيا اتوقع السيزر، سوري التويزر اللي هو الملقاط يعني. بس تعالى نعمل اكتيفيتي. بيقول هنا hold the plastic spoon, start to picking them للفود and try deposit the collected item in the cup، اللي هي الايه، البيرد ستومك. يعني هو بيقصده هنا ان ابتدي امسك الايه كل مره الحاجات اللي على الترابيزه دي، انواع الاكل المختلفه دي، انواع الاكل المختلفه دي، او انواع التجارب المختلفه دي، حاول تعملها كل مره بكل حاجه. يعني مثلا السبون، تعالى هات السبون وهات البيبر كليب وشوف لو هتعرف تمسكها ولا لا. فاهمني؟ لو هتعرف تمسكها ماشي اعمل صح، ماشي، وهكذا يعني. لو انت هتقدر تمسكها، وشوف مين اللي هيقدر ان هو يمسك الحاجات اكتر. فبيقول هنا بيك تايب بيست ادابتد تو ديفرنت فود تايب، يعني بعد ما تعمل الاكتيفيتي ده قول لي مين انسب واحد، التويزر مثلا، والبيك تايب ذات ليست، اقل واحد هيبقى مثلا السبون. ماشي. فعموما هو اكتيفيتي يعني هدفه الاساسي، الاساسي جدا، انك انت تعرف ديفرنت تايبس اوف بيكس. وعاوزك تدخل على الويب او تدخل على جوجل مثلا وتكتب search to know، تكتب كده types of beaks، انواع البيكس، او scissor beak، او تكتب كل واحدة في دول، تكتب مثلا التويزر بيك، وتشوف انواع الانيمالز المختلفة او انواع البيرس المختلفة اللي بتقدر ان هي تاكل باستخدام البيك. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.